للحديث أكثر حول الحالة الجوية في المملكة ينضم إلينا هاتفيا من الجوف الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان. مرحبا بك سيد نزيه وصباح الخير. ما هي قراءتكم الحالية للحالة الجوية على مناطق المملكة خلال 24 ساعة القادمة؟ حياك الله أخي محمد، شكرا لكم استضافتكم، ونسأل الله تعالى أن نقدم مادة مفيدة. بداية أرغب بتقديم معلومة بسيطة للمشاهد عن الفترة الحالية التي نمر فيها، حيث أننا نعد في فصل الخريف والذي يمتد من بداية 6 سبتمبر وحتى نهاية يوم 6 ديسمبر، ونحن الآن في آخر منازل نو أسهيل بفصل الخريف، وهي المعروفة بمنزلة الصرفة، والتي يبدأ فيها الحر بالانصراف ويعقب ذلك في 16 أكتوبر بداية موسم الأمطار، وهو الوسم والذي بفضل الله بدأ مبكرا هذا العام بحالة جوية واسعة النطاق وأمطار على مناطق عدة. وهذه الأمطار أو هذه الفترة تسمى أمطارها بأمطار الثروية أو بلاي الوسم. أما بالنسبة للحالة الجوية التي تمر بها أجواء المملكة، طبعا هذه تأثيراتها بداية من المنخفض المداري اللي كان في بحر العرب هيكا، والذي دفع بكميات عالية من رطوبة لأجواء المملكة، ويقابلها تبريد من الشمال، وأدى إلى زيادة التفاعل بين الكتل الباردة والدافئة، ونتجت عنها هذه الأمطار المتفرقة على مناطق عدة من المملكة. أما بالنسبة للحالة الجوية التي نعيشها أو عشنا أولى فصولها من يوم أمس، ولله الحمد، وأثرت بالأمطار على قطاعات عدة من وطني الحبيب، ولا تزال تؤثر بمشيئة الله، حيث تشير المخرجات النماذج العالمية لاستمرار فرص هطول الأمطار بمشيئة الله وبقاء تأثير هذه الحالة الجوية واتساع نطاقها في المدى المنظور لمدة 72 ساعة قادمة، وتؤثر على شمال ووسط وغرب المملكة وعلى المرتفعات، ونسب الهطول متفاوتة بمشيئة الله على الشمال والوسط، وهي متوسطة بالمجمل. أما القطاع الغربي، وهنا الحديث عن القطاع الغربي والذي شهد هطولات غزيرة يوم أمس، القطاع الغربي أخي محمد من المملكة وتحديدا منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى جنوب أقصى جنوب غرب المملكة جيزان وأبها والباحة وهي ما تسمى بالمرتفعات، فالنسب عالية لتوقعات هطول الأمطار بمشيئة الله. ومن خلالكم نهيب بالجميع توخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول واتباع تعليمات الدفاع المدني وعدم المجازفة والاستعراض بعبور الأودية والسيول. الخبير في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان كنت معنا، شكرا جزيلا لك.